المر ديالي ديال السرطان ها والله العظيم الا نسيته ها انت الحمد لله مني بدا المشكل وانا باركه ما ديتاش في كتفي لا حتى حاجه الحمد لله هاي هذه اللي قالت لي هذا الاشهاد بالحمل ها هو انا تنعاود نقولها وتنعاود نقولها هو اشهاد بالحمل هذا جات العدول عمتها وقالت لك راه هذه راه ورقه ديال القعير راه ما غيطرى لسعد والو ما غيطرى لك والو ما درنا فيه من نيه راه حنا درنا فيكم من نيه راه اليوم الدنيا وغدا الاخره راه اللي بغى يهز شي حاجه على كتافو راه يهزها الحمد لله والشكر لله انا تنقول لكم الله يرحمكم الوالدين كاتبوهم كاتبوهم ما تضيعش هذيك البنيته الصغيره ما تضيعش وهادشي اللي كاين انا غدا غدا المحكمه والله العظيم انا غدا غدا المحكمه راه يلاه جيت من الامن استدعوني السلام عليكم انا هي السيده مت سعد البركه الحمد لله الدراري كانوا معارفين دابا عامين طرا بيناتهم حمل ولدي قصير وبنت قصير وهاد الناس درنا كاع جميع المحاولات باش نرضيوهم في نفس المؤسسه سيدي وهذا الشيء زعما اللي طرا بيناتهم ما منكذبش عليك ما بغيناش تضيع على هذيك الدريه اللي تزادت وما بغيناش لمريم بالخصوص حنا بغينا الدراري بجوج يتلاقاو تحت سقف واحد حنا ما بغيناش شبوها يقول لنا 4 مليون ولا 5 ولا 6 راه الماديات راه ما تدومش وتنطلب من والديها ينعلوا الشيطان ويكاتبوا هاد الدراري راه تسعد ولدكم والحمد لله حنا راه تنجريو على الخير حنا ما باغين والو انا راه ما باغا حتى حاجه الا ولدي غلط حتى هما بنتهم راه غلطات بحال بحال الحمد لله سمعتي انا كانوا عارفين ان عندها علاقه مع هذا كانوا عارفينها وكانت تشدات هي ويا واحد النهار بوانتا وهنيت في كاطريان مع ولدي شدوهم في زنقار يعني وداوهم وجبناهم هي خرجوها عماتها بجوج وانا راني خرجت ولدي خرجته وسيدي اش نقول لك انا ما بغيتش بوها كاع يقول المحامي اصلا قول لوالديها يعطيني 4 مليون ويتسامحوا في هذيك البنت وفي امها لا انا ما نسمحش في مريم وما نسمحش في ياقوت ما نسمحش فيهم بجوج بجهد الله غيعاوني سيد ربي الكريم غيعاوني غيعاوني علاش غيكونوا في سقف واحد ان شاء الله لا ولدي لا الدريه حيت علاش شنو السبب ديالها حيت ما عندهمش عقل هما الا ضيعناهم غنضيعوهم حنا الكبار طيش طيش ولدي طيش طيش حيت ما عندهمش عقل هذيك الساعه فاش كانوا مصاحبين عندهم 15 عام انا ما نكذبش عليك يعني انا ضرني خاطري علاش حيت كنت انا مريضه راه قلتها انا مريضه بالسرطان يعني ما كانش عندي الوقت زعما فين غنبقى تابع ولدي تابع ولدي تابع ولدي ما كانش عندي الوقت كنت في السبيطار في البولا في لي ريمات وفي داك الشيء الله يكون في العون انا راه مسلمه وتنعرف بيني وبين الله انا راه ما باغاش نضيع ديك الدريه هذيك الدريه ياقوت انا ما باغاش نضيعها الا ما بغاتناش الام ديالها تقول انا زعما تقول ما بغيتكمش ولا شي حاجه بعدا باش تبين لينا والدريه باقا تتهضر مع الدري في التليفون تتهضر هي وياه في الفيسبوك لا كاين ايوا عامين هادي وعند شهاده الناس قلت لك كاين الشهود زعما ماشي هادشي ما تنكذبش لا في المؤسسه الا فاش خرجوا عماته وانا خرجت ولدي زعما هادشي مضبوط ومدروس راه ما كذبتش وما تنكذبش انايا والله العظيم الا هما بعدا هاد المشكل والله الا تلفني على راسي انا مابقيتش كاع باغا نمشي للسبيطار اللي يديك لخليك على قبل هاد المشكل اولدي هو ضاع كاع اشنو غادي يصوروا كاع الا ضيعوا ولدي كاع في الحبس هو راه تيبكي على بنته ما باغيش يتستغنى على ديك الدريه هو راه ما باغي باغي مرته باغي بنته حد الان تيقول تيقول لك الدري انا بغيتهم اماما انا طحت في هاد المشكل الله يعاونو مسكين ويسهل عليه واحد النهار غادي يدير حتى هو غادي يدير ضروري غادي يدير الطريق لحياته غيكون ان شاء الله باذن الله غيكون عنده ان شاء الله وتنترجى ربي يدير لي فيها الخير وبغينا بغيت نقول لوالدي الله يرحم لكم الوالدين ما كاتبوهم وما تبقاوش شابعين زعما على المخزن 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 ما كاينلاش اللهم كاتبوهم كما بغيتونا النهار الاول فاش مشينا دينا الخطبه وبغيتونا النهار الثاني كما مشيت سميت البنيته
بقاو غاديين على العمل ديالكم، ما تدوروش علينا. ملي عرفوا الدار حامله يعني. ايه هادي جات عمتها عندي وبجوج جات، وجات امها، جاو دخلوا عندي للدار. انا عندي تانا ولادي، راه ما يمكنش غنضيعها، راه عندي جوج بنات وثلاثه الاولاد، فهمتي؟ راه حشومه نضيع بنت الناس. فاش قالت لي عمتها راه ولدك هاكن حتى هو راه عنده 16 عام، كون كنت انا ام خايبه غنقول لولدي لا راه عنده 16 عام، غنقول لا 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 وكلا. انا حيت عارفاهم مع بعضياتهم، امها عارفاها، عمتها عارفينها، راجل عمتها عارفها، كلهم عارفين ما مع سعد، عيشه اختها عارفاها مع سعد، كلشي اخويا عارفينها. انا غدا ان شاء الله راه غادا للمحكمه، حيت استدعوني البوليس الحمد لله، والله يجازيهم بخير، يعني ما نكذبش عليهم زعما استقبلوني ما نكذبش، والله يدير لي شي تاويلة الخير. غدا للمحكمه، راه ما نكذبش عليك، هذاك المحكمه داك الشيء راه ما عنديش خبره فيه وما عنديش تجارب فيهم، هادشي غنقول لك اولدي. وانا تنترجى الله سبحانه وتعالى، الله يعطيهم العوين ويتكاتبوا هذوك الوليدات ما يضيعوش، راه كلشي فايت، راه اي حاجه ما تتستاهل في الدنيا، راه لا فلوس لا يديك لا يخليك، راه تبقى المعقول. انا كون كانت والله العظيم كون كانت بنتي ودارت لي هذا المشكل، قسم بالله تنسترى انا، والله العظيم عندي جوج الحمد لله، كون دارت لي هكا ما غاديش نوصل هكا، ما فهمتي؟ حيت المجتمع ديالنا حنا راه مغاربه، حنا راه مغاربه، حنا راه ماشي عايشين في الدول الاوروبيه، حنا راه مغاربه. غنستر بنتي، جابت لي مشكل ولدات وداك الشيء، غنكاتبها مع الدري، ماشي غنقول لها لا ما تكاتبيش، لا ناخذ من عندهم 4 مليون. بالنسبه 4 مليون ولو انا ما عنديش، والله ما عندي، ولكن واخا تكون عندي راه ما غاديش نشري سلعه، راه خاصني ام اللي غتربي بنتها وتبقى مع الزوج ديالها. انت بغيتيه عامين انت معاه وحملتي منه، تصبري معاه، كلشي بنادم تيبدا من الزيرو وتيطلع، راه بنادم تيطلع دقه دقه، راه بنادم تيطلع شي كاع اللي ناوي الخير ربي تكمل عليه. ها هي لا دوروا وشوف، لا قراوا شي وحدين وما بقاتش بغاتو، والله وعلم داك راه الدريه تتهضر معاه، راه ما عندي كلشي. البنيه الصغيره والام حتى هي تضيع، حتى الام غتضيع، راه ما يدومش ليها باها، راه ما يدومش ليها، راه الوقت غدا تغير عليها، وتنقول لها صبري وجمعي هذيك البنيه بباها، جمعي هذيك البنيه بباها، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. راه انا باك تفاجات فيها بنيتي، انا تفاجات في هذا السيد باه، حيت قلت زعما سني وداكشي راه غادي، ولكن تفاجات فيه، كذبش عليك. انا تنفضلها تجمع مع هاد الولد، كما عرفتي هادي عامين وحديتي عليه، مع شحال من واحد حديتي عليه وتبقيتي مع سعد، ما عندك ما ديري دابا، ولدتي البنت اشنو الدم ديال هذيك الدريه؟ انا راه قلت لك ما نسمحش فيها، راه واخا يكون ليك راه ما نسمحش في بنتي، هذيك قلتي بنتك بلا تبقى بنتي، وماشي تحطيناها في الروجيستر وهداك الشيء، كل ما بغيناش الدريه كاع ما نحطوها. راه مشيت درت توبوت بالبنوه سيدي، ومشيت درت توبوت بالبنوه ومشيت حطيتها في المقاطعه، حطيت الدريه البركه ياقوت، وكل ما بغيتش هاد السيده وامها ما غاداش نمشي لهاد الشيء. وخويا راه انا راه عندي 5 الوليدات وعندي المرضى، ما نبقاش عامل هي في هاد الشيء، راه حيت انا عندي مرضي خصني نتبع على السرطان اللي فيا، خاص هاد المشكل. الله يرحم لكم الوالدين واللي عنده باش غيفيدني، ماشي تفلى عليا، اللي عنده باش غيفيدني، الله يرحم لكم الوالدين فيدوني، هادشي اللي تنطلب، والله يرحم بها الوالدين، الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.